الفنان عبد العزيز لضويحي، حياك الله معنا ويسعدني اني ارحب فيك. طبعا انت من الفنانين اصحاب الاصوات اللي فعلا تميزت من انطلاقتك في البومك الاول اللي كان بعنوان غيروك، حياك الله. الله يحييك، يا اهلا ومرحبا فيك. طبعا انا سعيد في البدايه بمشاركتي في هذا البرنامج اسفرت، وطبعا اشكر تلفزيون الكويت الداعم الاول، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة وخفيفة إن شاء الله على الجمهور بإذن الله. أبو عمر، من البداية تنبأ أغلب النقاد أن صوتك صوت شاب أتى بقوة على الساحة، يعني أذكر من أول أغنية صورتها فعلا لقت انتشار وصدى واسع، وبعدها ما شاء الله توالت أعمالك الفنية وأصدرت العديد من الألبومات وتعاونت من خلالهم مع عدد من نجوم الملحنين والشعراء. اليوم نبي نتطرق مع أكثر من محطة، سواء الألبومات وأيضا الجلسات والسمرات وأيضا ثقافتك الموسيقية اللي طبعا أنت تتميز فيها، وإلى جانب أكيد مشاركتك في العديد من المهرجانات الخليجية والعربية. أسفرت الليلة فيك يا أبو عمر، وأيضا أحب أرحب بالمايسترو والدكتور محمد البعيجان وفرقة الموسيقية اللي راح تصاحبنا في هذه الليلة. أبو عمر، أكيد كلنا ندري أن جيل الشباب من التسعينات اللي طلعوا في ذيك الفترة اطرحوا العديد من الألبومات الناجحة، وكان فعلا لهم تأثير وظهرت العديد من الأصوات، والكل كل واحد يمكن قدر يترك لبصمة في ذاك الوقت. لكن بسبب نقول توقف شركات الإنتاج وظهور الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وعمليات الحقوق والقرصنة، يعني ما عاد لا أنت ولا نقول الشباب اللي كانوا وقتها من جيلك تنتجون، توقفتوا عن الإنتاج. فهل تسجيل نقول الجلسات والحفلات الخاصة اللي تعرض على الفنان ويعني تواصل فيها مع جمهوره هي كافية وتغني عن إنتاج الألبومات؟ لا طبعا، أول شيء طبعا ما في شيء يغني عن الألبومات، لأن أنت ممكن بالجلسات تغني أغانيك وأغاني غيرك، لكن الألبوم يكون خاص فيك، والألبوم يكون من اختيارك الأول والأخير، يعني ما هو من اختيار ملحن ولا هو من اختيار شاعر، يكون اختيار المطرب طبعاً. يعني هو اللي يقدم أغانية للجمهور من خلال الألبومات. لكن مثل ما ذكرت هي بموضوع القرصنة وشركات الإنتاج والإنترنت توقف هالشيء، إلا يعني نقول فئة بسيطة من الفنانين اللي قادر أنها تنتج ألبومات الحين، والفئة الأكبر طبعا بسبب أظن يعني ارتفاع تكاليف الألبوم الحين يعني عن السابق. فالمطربين قاعد يحاولون يعوضون بالجلسات، يتواصل مع الجمهور من خلال يعني سنجل، من خلال تسجيل خاص هو يسوي. حلو. لكن ردا على السؤال، لا أكيد ما يغني عن الألبوم. ما يغني. أنت شنو كان آخر ألبوم لك وبأي سنة كان؟ كان الله يسلمك في ألبوم 2008، كان من إنتاج شركة هاب، وصورنا منه أغنيتين في بيروت. ذاك الوقت على تصوير الأغنية كان مجهود يوازي مجهود إنتاج وتسجيل الأغنية. أكيد، لكن الحين خلاص يعني أصبح الكل يعني يتجه للسنجل، فما عاد يعني خلاص الألبومات. نعم، مثل ما أنت ذكرت قبل شوي، يعني بالأول كنتوا تصورون الأغنيات وتوصل للجمهور عن طريق الفيديو كليب. صحيح. وكان فعلا هناك إبداع في إنتاج وإخراج. كانت الناس تنطر الكليب يعني. بالضبط. وممكن الكليب يكون أحد العوامل الرئيسية لنجاح الأغنية. هل حاليا وسائل التواصل الاجتماعي فعلا قادر أنه يوصل أغانيكم لكل المجتمع سواء الخليجي أو العربي، خاصة أن الإنترنت إحنا نسميه الفضاء المفتوح، يعني هل الإنترنت قدر يعوض طبعاً الفيديو كليب؟ طبعاً. نعم طبعاً، والدليل أنه ممكن نشوف فنانين ناجحين أغانية على اليوتيوب بس على العود. صحيح. بس 100%. وناجح وواصل للناس. نعم. ومطلوب وقاعد يسوي حفلات للناس، وكل شغلة يغني على العود أو عود مع إيقاع. نعم. فخلص يعني هو لكل جيل شيء، كان جيل التسعينات والألفينات بالكليب وكذي هو سبب الانتشار. نعم. الحين تغير الموضوع، الحين السوشيال ميديا هي تغني عن كل شيء.
بدامك ذكرت العود خلنا نسمع أغنية لو فالت على العود. حاضر. من أغانيك نبي شيء من أغانيك. إن شاء الله. هو عدو لي وهو أوفى خليل، كل ما قفيت ناداني تعال، كل ما قبلت عزم بالرحيل، الحقيقة غدت مثل الخيال، وعدوا لي وهو أوفى خليل.
يسلم هالصوت يا أبو عمر، أغنية جميلة وأكيد الفرقة أبدعت أيضا أكيد. في العزف أكيد. أبو عمر، في بداياتك وإنتاج ألبوماتك الغنائية أنت تعاونت مع أسماء هامة من الملحنين والشعراء، منو تتذكر منهم؟ طبعا أتذكر الغالبية منهم، نعم. يعني منهم الأستاذ رحمة الله عليه، الأستاذ الكبير سليمان الملا، منهم الشاعر الله يطول بعمره عبد اللطيف البناي، منهم صديقي الملحن نواف الجاسر، بدر شعيل، الشاعر الكبير خالد البذال، طارق العوضي، مجموعة كبيرة يعني. نعم، كل هذه الأسماء الجميلة تعاونت معها وقدمت أجمل الأعمال، أرد أرجع أسألك، ألا تشعر بالحنين لكل هذه الأسماء مرة أخرى، وأن أنتم تقدمون أغنيات ذات طابع رائع سواء من الألحان أو من الكلمات وأدائك طبعا؟ طبعا أكيد، يعني لازم أن نشعر بالحنين، والحنين يكون كان بطريقة تجمعنا، نعم. بطريقة مواعيدنا، بطريقة التغانة بالاستديو، تعديل بعض الأشياء. طبعا هذا أكيد الواحد لما يتذكره أكيد يشعر بالحنين، لكن هي سنة الحياة كذي يعني. نعم نعم، وإن شاء الله نتمنى لك في الأيام القادمة أجمعين. المزيد من التعاونات بإذن الله. يعني أستاذ عبد العزيز، أحيانا الفنانين كانوا يشتكون من جزئية معينة، أن شركات الإنتاج تفرض عليهم أحيانا أسماء معينة من الشعراء والملحنين يختارونهم أهما ويفرضون على المغني أو المطرب التعامل معهم، هل هذا الشيء فعلا كان يضر أو يحد من اختيار الفنان وحريته في اختيار مع من يود أن يتعامل أو يشتغل؟ طبعا أكيد. تعرضت أنت لهالموقف؟ لا لا، بس هذا يعني كان موجود، يعني بعض الشركات كانت تفرض الأسامي يعني لأسباب الشركة أعلن فيها، يعني يكون أنهم متعاملين مع الشركة بباكج معين من الملحن أو من الشاعر، لكن أنا أظن أنه يعني الفنان لازم يكون اختياره لنفسه، أنه هو يعرف قدراته وهو يعرف إمكانياته وهو يعرف إذا هذا اللحن يناسبه، هذا الكلام يناسبه، لا فكرة أو لا خطة أنه هو يرسم له خط شو اللي وصله للناس. لا. لكن إذا كان الموضوع في فرض، يعني فرض شاعر أو فرض ملحن، ما أظن يعني أن هذا بالأول والأخير راح يفيد الساحة الغنائية أو الساحة الفنية بشكل كبير يعني. ففرض الأسماء أكيد أنه يعني يكون شيء سلبي، شيء سلبي بالمجال الفني. هل كان ممكن للفنان أنه يرفض؟ طبعا أكيد، والمفروض أنه يرفض. نعم. إيه؟ أنه يرفض هذا الاسم أكيد. أو هذا يعني هو إذا أنت داخل الفن عشان تقدم الشيء اللي يكون لايق لك، لازم أنك ترفض الأعمال اللي أنت يعني مفروضة عليك. ما أدري، كأنه أروح السوق واحد يقول لي البس هذا والبس هذا والبس لا تلبس هذا، نفس الموضوع يعني. فأكيد في شيء ما يناسب ذوقي ولا يناسب إحساسي ولا يناسب إمكانيات صوتي. نعم، لكن بعض شركات الإنتاج تلجأ للاحتكار الفنان. يمكن تعرضتوا للاحتكار والعقود، عقود الاحتكار، مما يجعل اليد العليا لشركة الإنتاج في اختيار الشاعر أو الملحن أو المجموعة اللي هي متعاقدة أيضا معها، فهذا أيضا يربط الفنان. أنا أظن أن موضوع الاحتكار مفهوم يعني فهموه الناس بفهم خاطئ. نعم، لما أنت تكون موقع مع شركة أكيد أنت راح تكون محتكر لهذه الشركة. لكن في بعض الشركات ما تسمح للفنان أنه يغني بالمكان الفلاني كفرض، يعني ما تغني هني وما تغني هني وبس تغني بالمكان اللي احنا نقول لك عنه. نعم. هذا هني موضوع الاحتكار يكون ضار. اما لما يكون شركه انتاج انت اشتغلت معها ووقت معها، اكيد راح يكون انت ما تنزل البوماتك الا مع هذه الشركه، فهذا يعتبر كانه احتكار. لكن الاحتكار بطريقه انت شلون تبي مسيرتك الفنيه، هني يكون موضوع الاحتكار. لما أنا أكون يعني عقد فرض أن أنا أغني بالمكان الفلاني في الشركة، تقول لا أنت تروح تغني بالمكان الفلاني وتروح تغني بالمكان الفلاني حتى لو ما يناسبك، بس تغني لأن أنت ملزم. أنت ملزم. نعم. هني يكون الاحتكار ضار على الفنان. أما احتكار العادي أكيد يعني أكثر، يعني أكثر الفنانين يكون يعني مع شركة إنتاج أكيد. هي اللي تنتج ألبومات، أو فيكون الصيغة هو محتكر من هذا الفنان، لكن بطريقة إيجابية مو بطريقة يعني سلبية. أنت مع عقود الاحتكار؟ طبعا أكيد، لأن أنت تكون
يعني في صناعة فنان لمدة 5-6 سنوات. نعم. فيها صناعة فنان، الشركة تكون حاطت لك خطة أنت تمشي عليها. نعم. لخمس سنوات عشان يكون الانتشار أكبر وتوصل للناس بشكل أسرع يعني. بس قبل شوي ذكرت نقطة، قلت لازم أنا أختار الكلمة أو اللحن أو الخط اللي أنا حاب أغنيه أو أعرضه للناس، فهل هذه هل هذا سبب أن أغلب ألبوماتك كانت من ألحانك؟ يعني لا، يعني أنا بالعكس ترى بالألبومات، يعني يمكن أنا غنيت يعني خلال 5-6 ألبومات يمكن غنيت 4-5 ألحان لي، يعني ما غنيت وايد أنا أساسا. نعم، يعني الموضوع مو موضوع أن أنت ترفض بعض الأسماء، أو موضوع أنه ممكن أنت عارف ترفض الأعمال صوتك أو مساحة صوتك فتفضل أنك أيوة ترفض الأعمال نفسها بنوع من معين من الألحان. أيوة ترفض الأعمال نفسها إذا كانت تناسبك أو ما تناسبك يعني. نعم. باختصار يعني هذا. وشلون لقيت التلحين؟ يعني لما تغني أغنية من ألحانك نفس إحساسك لما تغنيها من ألحان شخص آخر؟ هو بالأول والأخير هي الأغنية تجذبك. نعم. كانت ألحانك ولا كانت ألحان الغير. نعم. يعني يعني في أغاني أنا أحبها لألحان ملحنين أنا اشتغلت معهم أكثر من ما أحب الأغاني اللي أنا لحنتها. صحيح. إيه؟ توقعت العكس. لا لا، يعني من ضمنهم يعني عشمتني من الأغاني المحببة لي يعني اللي أنا أحبها. نعم. وألحان الأستاذ نواف الجاسر مو ألحاني. جميل. أنت أيضا من الفنانين المتمكنين من أداء أغلب ألوان الأغاني سواء الشعبية أو الطربية وحتى الشرقية. أهمهم يمكن اللون اليماني العدني. إيش كثر فعلا الجمهور الخليجي يحب هذا اللون وهذا الفن ويطلبه منك؟ طبعا في شيء لازم الكل يعرف أن اللون الفن العدني اليماني هو أول لون إحنا تعلمنا عليه. نعم. يعني وأغلب الشباب في الكويت وأغلب النش يعني يكون سمع يا من كست عند أخوه الكبير أو بالمكان الفلاني أو راح سمرة وبعمر صغير يعني، فكلنا حبينا هذا اللون، فهذا كان اللون يعني المنتشر واللي يكون إحنا يعني كطابع خليجي نحب الجلسات اللي فيها مقابلة الجمهور مباشرة، يعني من ما هي ألبوم ولا هي أغنية سنجل ولا بالعكس تشوف تفاعل الناس وتشوف ردة فعلهم. واضح أن أنت أيضا تميل لهذا. أنا أحب يعني أنا اللون يعني اللون العدني اليماني من أكثر الألوان المفضلة عندي. إذا إيش رأيك تسمعنا شيء؟ إن شاء الله راح نسمعكم أغنية جاء التقوى. تقول كلمة وداع سر حبنا شاع وذا قلت وربي أنا لا قدر لي لا ارتضي كلمة وداع قالت كفى خدعتني ضيعتني أنت من زمان قالت كفى خدعتني ضيعتني أنت من زمان اذكر بعادك اذكر جفا اذكر عنادك هل حبنا ضاع اذكر بعادك اذكر جفاك اذكر عنادك هل حبنا ضاع
أكيد من فراقك وانت فيها ابتسام. ردي لقلبي ردي لحالي وارفعي هذا الخصام. ردي لقلبي ردي لحالي وارفعي هذا الخصام. عودي قطة للبعاد عودي أبنية الفؤاد. عودي وجودي وجودي في لقاء واجعلي صدري وساد. عودي وجودي في لقاء واجعلي صدري وساد. وارشفيني آمن دنياك غايتي أنت المراد. وارشفيني من دنياك غايتي أنت المراد. سيرتني من دموع ناحلا منك جزوع. سيرتني من دموع ناحلا منك جزوع. ما لي سواك من لحم حب وابتسام. ما لي سواك صدقيني من لحم حب وابتسام. الله الله جميلة هذه الأغنية يا أبو عمر، لو تكلمنا عنها شوي. طبعا هذه الأغنية من كلمات وألحان عدنان وناصر بشارة. نعم. وكان واضح التأثر في الفن العدني اليمني. صحيح. فانتجوا لنا هذه الأغنية الجميلة ذات الغالب العدني. رائعة الصراحة. yeah. كلمة ولحنا والأداء اللي سمعناه منك. الله يسلمك، ما قصرت. طبعا أغلب نقول الجلسات والحفلات الخاصة هناك أغاني ترددونها، يعني خصوصا لجيل الثمانينات كان جيل. صحيح. وكان هناك إنتاج زاخر من الأغاني. صحيح. والألحان الجميلة. إش كثر هذه الأغاني فعلا لا تزال عالقة في ذكرياتنا، خاصة نقول الجيل الجديد الحين يمكن عن طريقكم قاعد يسمعها وصار يرددها. طبعا في أغاني وايد احنا نرددها بالسمرات. يعني وكانت الأغاني من الثمانينات ومن السبعينات وما زالت تتردد والناس يعني تحبها وتستقبلها وتنطرها وتطلبها. يعني ما يعني
للذكر لا للحصر. يعني منها أغنية فرضا شويخ من أرض مكناس، أغنية ليلة لو باقي ليلة، كل هذه الأغاني يعني لا زالت تطلب يعني في كل جلسة، يعني سواء بالكويت أو حتى برا الكويت، يعني سواء بالخليج يعني. جميل. أيضا أنا حسب المعلومة أن أنت دخلت المعهد العالي للفنون الموسيقية لكنك ما كملت. صحيح. لكن أيضا بالمقابل أنت طورت ثقافتك الموسيقية، سواء الأغاني، الموسيقى، المقامات الممتازة. إيش كثر أنت حريص ومن وين ثقفت نفسك خلال هذه الفترة ولا تزال موسيقيا؟ يعني من وين تأخذ معلوماتك ومن التابع؟ طبعا يعني أنا أذكر أن أنا درست سنة واحدة في المعهد العالي للفنون الموسيقية، وكان ما قدرت أكمل لظروف عملي كان في وزارة الإعلام. نعم. لكن الثقافة الموسيقية أظن يعني هي يعني الواحد يتلقاها من الاستماع ومن السؤال أهل الاختصاص. يعني لما أنا أقعد مع فرضا أستاذ دارس بالموسيقى وأكاديمي، أسأله هذا المقام شنو، هذا المقام شنو، هذه الأغنية من وين، وهذه الأغنية من وين، فالإنسان مع السؤال يثقف نفسه بالدرجة الأولى يعني. أكيد. إذا ما كان دارس وأكاديمي. منو تحب تسأل؟ منو في رأيك بالكويت أو خليجيا فعلا أستاذ وأنت ممكن تتابع وتستفيد من خبرته؟ وإحنا يعني ما شاء الله الموسيقيين اللي عندنا بالكويت يعني ما شاء الله كلهم أكاديميين وكلهم دكاترة في المعهد. نعم. فما في اسم معين على كثر ما أنه هو سؤال أهل الاختصاص. بس سؤال أهل يعني لو شخص فعلا بمثل ظروفك وحاول أنه يتثقف موسيقيا في المقامات والموسيقى والألحان، الاستماع والسؤال طبعا. أكيد الاستماع والسؤال طبعا. جميل. من أجمل الذكريات اللي أغلبنا تعلق فيها الفنان الراحل الغالي على قلوبنا أبي كريم عبد القادر رحمة الله عليه. الفنان الرائع خلقا وفنا وخلقا. أنت كنت مقرب لأبو عمر، وكانت تجمعك معاه لقاءات عديدة في مكتب الشاعر القدير خالد البذال. صحيح. ودنا نتكلم شوي ولو انه هو غني عن التعريف طبعاً. لكن اكيد احتكاكك فيه ومعرفتك فيه عن قرب ممكن انك تكلمنا عن اخلاقيات ورقي هذا الفنان سواء تعامله الشخصي او الفني. طبعا في البدايه يعني انا الموقف الاول اللي اذكره مع رحمه الله عليه الاستاذ عبد الكريم عبد القادر، صلى الله يغفر له ويرحمه، اللهم كان في الالبوم الثاني. ألبومك الثاني. الثاني. نعم. كنت رايح أنا مع الملحن نواف الجاسر رحمة الله عليه الأستاذ سليمان الملا عشان نسمع منه حق نختار منه حق الألبوم. نعم. ف يعني ما كان سامع صوتي الأستاذ سليمان الملا، فقال لي حياك المكتب. وكان أذكر رحمة الله عليه عبد الكريم عبد الغادر قاعد في الصالة. هذا أول لقاء. أول لقاء. قاعد في الصالة. إيه. نعم. فدخلت أنا مع الأستاذ سليمان الملا وسمعت صوتي. فالمهم خلاص وسلمنا وإن شاء الله، قال لي خلاص راح إن شاء الله أسمعك بالأيام القادمة وكذي. نعم. فطلعنا، فأول ما ركبت السيارة فقال لي نواف الجاسر الفنان عبد الكريم عبد القادر يمدح صوتك. تصدق؟ الله والله إنها شهادة. فشلون كان يقول لي هذا اللي قاعد يغني داخل صوته حلو. يعني كان الشيء يعني الواحد كان أكثر من طاير من الفرحة. طبعا. بشهادة مثل شهادة عبد الكريم عبد الغادر صاحب الباع الطويل يعني والهرم والعلم اللي يعني احنا نتعلم منه وما زلنا ونستمد يعني الرقي بالتعامل والرقي بتقديم الفن بالصورة اللي هو قدمها. هذا جانب. الجانب الثاني بعدين لما يعني كنت دائما اروح مكتب الشاعر الكبير خالد البذال، فكان الموضوع بالنسبه لنا كدوانيه يعني في مجموعه من الاسماء كنا نلتقي يوميا يعني سواء مباريات ولا سواء سوالف ولا مثل الديوانيه. فكان رحمه الله عليه عبد الكريم عبد القادر يوميا موجود. الله يرحمه. طبعا يعني الكل يعني حتى لو ما نتكلم الكل عارف رقي تعامله وأخلاقه وهدوءه حتى بالكلام. يعني ما كان لا يعني لو يكلم واحد يمه اللي هناك ما يسمع صوته.
فكان رحمة الله عليه مثال ان احنا نتعلم منه وقدوة ان نتعلم منه طريقة التعامل وطريقة اختيار. وكان من الأشياء اللي شدتني ان كنت لما نكون موجودين بالمكتب كان هو يقعد معه رحمة الله عليه سليمان مولا. نعم. وكان لما يختار أغنية يعني مو مثلنا احنا، احنا للأسف نختار الأغنية ونسمعها مرة واحدة من الملحن وندش الاستديو نغنيها. هو ما كان كذي، هو كان يرددها معه يوميا، يردد الأغنية مع الملحن. نعم. سليمان مولا يرددها يوميا لين يتشبع منها ويعرف وين مداخل الأغنية ومخارجها، عقب يروح الاستديو يغني. احنا لا، احنا ما كنا نسوي كذي. ليش كنتوا تسوي ما تسوون كذي؟ ليش؟ طبعا يمكن هو المدرسه، يعني المدرسه هو اللي هو تعلم منها تختلف عن المدارس اللي احنا أكيد. احنا يمكن يينا بعصر السرعه وكل شيء سريع هو ما كان كذي يعني. اي رحمه الله عليه. اكيد اكيد. شنو احب الاغاني لك للفنان عبد الكريم عبد القادر؟ يعني وايد، انا وايد يعني احب مجموعه كبيره ما تنعد يعني، لكن نبي نسمعكم من مقطع من اغنيه اعترف لك. الله. إيه؟ من اجمل الاغاني. اعترف لك. عمري كان خطوات في درب الامان، والزمان ما كنت احسن بزمان. عمري كان خطوات في درب الامان، والزمان ما كنت احسن بزمان. انا اللي هدني السفر، انا جرح عيوني السهر، انا اللي هدني السفر، انا جرح عيوني السهر. يوم ضحك للقدر، لقيتك في ثواني، طارت بي الفرحة طارت، طارت مدري ليش مدري ليش، زانت بي الدنيا زانت زانت، مدري ليش مدري ليش. جميل يا ابو عمر، واكيد الساحه الفنيه افتقدت هذا الفنان الكبير، لكن اعماله راح تظل دائما طبعاً خالده طبعاً، سواء بصوته او باصواتكم ان شاء الله. والاستمرار في مثل غناء هذه الاغاني الجميله راح تحيي ذكرى هذا الفنان باذن الله. صحيح باذن الله. ابو عمر، بالمقابل فعلا هناك خلينا نقول فرق في الاحساس بين لما تنتج البوم أو أنك أنت تغني أغنية أنت طبعا اخترتها مع جروب الألبوم، وما بين الجلسات. يعني أنتوا بالجلسات والحفلات الغنائية يمكن
أنت حر في اختيار ما تود أن صحيح. تغني صحيح. غير لما تكون في هناك إصدار صحيح. ألبوم أنت ملزم صحيح. بالأغاني، فوين تلقى متعتك أكثر؟ طبعا أكيد المتعة دائما في السمرات في الجلسات، يعني هذا شيء أكيد، لأن يعني هذا المعدن الحقيقي للفنان، إن مع الجمهور. مع الجمهور إيه، لأن إحنا بالجلسات والسمرات ما في إعادة ووقف وقلت كلمة غلط ولا هذه نعم. نشاز ولا هذه، بالاستديو تعيد وتروح فوايد للأسف يعني فنانين لم نجحت لهم أغاني في خلال سنجل أو خلال ألبوم، لكن لما يكون قدام الجمهور يبان المعدن الحقيقي للفنان نعم. سواء هل هذا الفنان فنان صجي ولا فنان يعتمد على الأجهزة اللي موجودة الحين في الاستديوهات، من تعديل صوت ومن تعديل صحيح. المقام ومن تعديل طبقة صوت. إذا مواجهة الجمهور هي الحكم طبعا أكيد، يعني أكيد، والأجمل مو بس الحكم، الأجمل والأحلى للفنان اللي قاعد يقدم الفن الأصيل الجميل. حلو هذا الكلام، يوديني للسؤال، أنت أيضا شاركت مو بس في نقول الحفلات والجلسات الغنائية، لكن أيضا شاركت في العديد من المهرجانات محلية وعربية. عندنا محلية هلا فبراير، وأيضا عربيا أنت شاركت في مهرجان القاهرة وأيضا مهرجان تونس. إيش كثر كان مردود السعادة والتفاعل سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، وشنو الفرق بينهم؟ شنو الفرق بين مواجهة جمهورك داخل الكويت وخارج الكويت؟ طبعا الجمهور داخل الكويت، طبعا اول شيء يعني المهرجانات شيء يعني شيء جميل، وعالم تشوف فنانين من دول مختلفه لا. يعني سواء مهرجان تونس ولا مهرجان القاهره، وكان في نوع من التحدي ان كل من مشارك في عمل يبي يفوز فيه. يختلف عن المهرجانات بالكويت اللي هي يعني حفلات الغنائية مختلفة عن المهرجان الغنائي، لأن هذا فيه جائزة أو أن أنت تروح تمثل بلدك. يعني أنا في مهرجان تونس والقاهرة يعني رحت أمثل دولة الكويت. نعم. مختلف عن المهرجان الغنائي. مهرجان الغنائي يختلف، إذا كان الجمهور داخل الكويت الجمهور يكون عارفك وأنت عارف أغانيك. أما المهرجانات الغنائية فتكون أنت تقدم عمل ما حد سامعه من قبل، لكن هل يلاقي استحسان إيه هل يلاقي استحسان أو أنه لا. فأذكر في مهرجان القاهرة يعني كنا مشاركين أنا والفنان عبد الرحمن الحريبي في عملين، والجمهور سمع الأعمال واستحسنها، فكانت يعني تجربة يعني كان بالنسبة لي كانت جديدة أول مرة يعني، وكنت في عمر صغير فاستحسنت هذه المشاركة. وطبعا كل الشكر لتلفزيون دولة الكويت ودولة الكويت على انها يعني اختارتني من ضمن الفنانين ان انا امثل بهذا المهرجان. في هذه المهرجانات منو يختار الاغاني اللي راح تاديها؟ يعني اصحاب المهرجان القائمين على المهرجان نفسهم، ام انت تقترح الاغنيات؟ لا انا اقترح الاغنيه وهم يسمعونها. نعم. فاذا اتفقنا وكلنا وافقنا ان هذه الاغنيه اللي تقدم نشارك فيها. وشنو كانت الأغاني تذكر؟ شنو قدمت أغاني في المهرجان؟ أنا قدمت في مهرجان القاهرة أغنية اسمها شلون نرجع، من كلمات الشاعر ناصر سبيعي ومن ألحان ما راح أقول اسمه لأنه ما يبي يقول اسمه. ليش؟ ما أدري. كيف خلاص. عموما احنا دائما نقول أن الكويت ولادة وهذه حقيقة صحيح. وفي جميع المجالات طبعا. اليوم مثلا مع هذه الفرقة الموسيقية الجميلة اللي تصاحبنا والعازفين نقول كلهم كويتيين وأكاديميين بنفس الوقت، وفي منهم دكاترة ما شاء الله، إحساسك وش كثر تشعر بالفخر لما تشتغل مع عناصر كويتية بهذا المستوى، الاستعانة فيهم في حفلاتك في مهرجاناتك سواء داخل الكويت أو خارجها؟ طبعا يعني أي فنان
أكيد له الفخر والسعادة أنه يشتغل مع أساتذة من ديرته وأكاديميين وعلى مستوى عالي من الثقافة الموسيقية اللي موجودين فيهم الخير والبركة وفنانين وأساتذة كبار ونتشرف ونفتخر فيهم. لكن هم نطمع بالزودة، نطمع أن يكون عندنا إحنا أوركسترا كويتية كلها العازفين من دولة الكويت يعني أكيد. نعم، خصوصا لما نشوف بعض الأعمال على مسرح جابر الأحمد الثقافي نفخر إحنا لما نحضر مثل هذه الحفلات، وفعلا نشوف أن الناس دائمة الحضور لهذه الأمسيات، وهذا يدل على تعطش الناس للموسيقى صحيح. وللأغاني وللفن الكويتي بالتحديد. خلنا نسمع شيء. اعتذر لك كيف وانت اللي بديت على نفسك جنيت. كم قلت لي مرة انا مليت، بس كم وكم مرة اشوف وجهك عبس. كم قلت لي مرة انا مليت، بس كم وكم مرة اشوف وجهك عبس. ما وضحني كلامك صدق ولا زيف، ما وضحني كلامك صدق ولا زيف. ومد قليل من صمد، والمحب يصبر على خلو ولو كان طبع مر ولا حلو. قالوا ان الحب له جزر ومد قليل من صمد، والمحب يصبر على خلو ولو طبع عمر ولا حلو. أنا كنت في طبعك معك دايم غريب، كنت في طبعك معك دايم غريب. اعتذر لك كيف ودي اسالك لو ذا مطلبك، وانت هلجاني وترجع تشتكي في محاسي او قصص ولا حكي. اعتذر لك كيف ودي اسالك
مطلبك انتهى الجاني وترجع تشتكي في محاسي او قصص ولا حكي ساعة علي قسى بس كن بي لطيف ساعة علي قسى بس كن بي لطيف كان إذا يرضيك قل لي يا عنيد واطلب ما تريد لك يدي وبنسى ما مضى وأقول كان أول ولا وانقضى كان إذا يرضيك قل لي يا عنيد وطلب ما تريد فمد لك يدي وبنسى ما مضى وأقول كان أول ولا وانقضى ترتفي طبعك شتا ولا خريف ترتفي طبعك شتا ولا خريف يسلم هالصوت يا عمر اختيار جميل لهذه الأغنية واشتقنا لها الصراحة صار لنا مدة ما سمعنا هذا اللون وهذه الأغنية من مدة طويلة خلنا ننتقل الحين إلى الأغنية نقول الشرقية أكثر يعني نتوسع شوي من منطقة الخليج بعمر أنت تحب تسمع جميع أنواع الغناء لكن أنت نقول لك حب خاص للموسيقار الفنان محمد عبد الوهاب طبعا هو مدرسة لجميع الفنانين حبك للفن والفن الموسيقى والفن الشرقي يخليك هل يعني أحيانا تختار مثل هذا اللون من الأغاني وتقدمه في الجلسات والحفلات طبعا احنا بالبداية يعني بنتكلم عن يعني الجانب آخر من هذا الجانب نعم من الجانب الأغنية الشرقية يعني اي فنان او اتكلم عن نفسي انا يعني انا عبد العزيز ضوحي قبل لا يسمع شرقي كان شيء بعد ما سمع اللون الشرقي ام كلثوم محمد عبد الوهاب عبد الحليم ورده الجزائريه اصبح شيء ثاني الثقافه اللي تلقاها من هذا الفن الشرقي او الفن اللي كان موجود في مصر الشقيقه يعطيك يعني خيال أوسع للغناء تعلم شلون تغني تعلم شلون تقول الجملة تعلم شلون تقول الكلمة الفلانية والمد فيها والتقصير هذا كله أنا بالنسبة لي تعلمته من الفن الشرقي في عمر صغير أنا يعني سمعت محمد عبد الوهاب وأم كلثوم يعني عمر صغير يعني يعني 17-18 سنة فكان هذا يعني أفق مختلف عن اللي احنا تعلمنا عليه الفن فن الصوت ولا فن السامري ولا فن شنو اللي جذبك فيه يعني العاده في هذا العمر الشباب ما يميلون لمثل هذه الاغاني الثقيله والطويله وال انا يعني انا اظن يعني اللي يجذب هذا الموضوع هو الشخص لو كان محب للشعر العربي الفصيح والشعر القديم وانا من الناس اللي احب الشعر يعني حيل وخاصه الفصيح يعني نعم فمن ومن هالشيء هذا يعني حبيت الفن حبيت الفن اللي كان يتقدم في مصر الشقيقة من خلال فرضا موسيقار محمد الوهاب ولا كوكب الشرق أم كلثوم ولا عبد الحليم عبد الحافظ فتعلمت يعني صار في خيال أوسع للغناء أكيد أكيد دائما الفن الشرقي يضيف لأي فنان طبعاً. في هذه الحياة وأنا أتمنى لك دائما كل النجاح والتقدير والمزيد إن شاء الله من الأعمال الجميلة اللي ممكن تقدمها لنا شكرا على وجودك معنا اليوم في برنامج أسفرت هي فعلا أسفرت وأنورت وجودك ووجود الفرقة الموسيقية أيضا قدمتوا لنا أجمل أعمال بس أنا اليوم يعني أبي ختام مع أغنية شرقية إن شاء الله. على أساس نكمل اليوم الحلقة بشكل جميل طبعا أنا في نهاية المشوار أحب أشكر تلفزيون دولة الكويت
على هذه الاستضافة، وأحب أشكر المعد محسن العلوي والمخرج جابر الحربي والدكتور محمد البعيجان والفرقة الموسيقية، كل شخص باسمه. نعم. وما أنسى أحد، وأحب أشكرك أنت شخصيا. شكرا لك. وشكرا لكم على هاللقاء الجميل، وإن شاء الله نقدم الحين أغنية في يوم وليلة. الله. وإن شاء الله يعني تلاقي استحسان الجمهور إن شاء الله. بإذن الله أكيد راح تلاقي استحسان كل الجمهور اللي تابع هذه الحلقة. نتمنى لكم إن شاء الله ليلة سعيدة، ونختم معاكم مع هذه الأغنية الجميلة. الله يحفظكم. شكرا. سباني هو فتح يديه، لقينا روحنا على بحر الشوق، نزلنا نزل وتعنا فيه، ومن يسدى يدرى دا كله، ونعيش سوى ونعيش سوى العمر.